بالنسبة لموقع الفلك لقارة آسيا، فقارة آسيا تمتد ما بين دائرتي عرض 81 شمالا حتى دائرة عرض 10 جنوبا، وما بين خطي طول 26 شرقا حتى خط طول 170 غربا. أما الموقع الجغرافي لقارة آسيا فهي تقع في جنوبها المحيط الهندي، وفي الغرب المحيط الهادي، وفي الشمال المحيط القطبي الشمالي. معنى كده يا صديقي ان قارة آسيا محاطة بالمحيطات من ثلاث جهات. في غرب آسيا توجد قارة أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر. وانت بتذاكر قارة آسيا لازم تاخد بالك من ثلاث حاجات. اول حاجة ان بيفصل اسيا عن قارة اوروبا هي جبال اورال. الحاجة التانية ان البحر الاحمر بيفصل قارة اسيا عن افريقيا، وكمان قارة اسيا بتتصل بقارة افريقيا عند شبه جزيرة سيناء وبتقترب منها عند مضيق باب المندب. كمان قارة اسيا فيها اكبر بحر مغلق في العالم، وهو بحر قزوين. تتميز قارة آسيا كمان بوجود العديد من أشباه الجزر زي شبه الجزيرة العربية، ووجود العديد من الجزر زي جزر اليابان وجزر الفلبين. اليابان والفلبين يا شباب دول دول جزرية، والدول الجزرية هي الدول التي تتكون من جزيرة أو أكثر، او قد تكون جزء من جزيرة. دولة بتبقى جزيرة او اكتر من جزيرة، او ممكن تبقى جزء من جزيرة. اخر حاجة نعرفها في قارة اسيا انها بتقترب من قارة امريكا الشمالية عند مضيق بيرنج.